بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب الخير جميعا. الكلام اليوم عن السبيكينج أو المحادثات في قلب سكن لايف. طيب أنا عارف السؤال اللي هتغذر الأذهان ده على فكرة مش ده الفيور بتاع السكن لايف، ده صحيح يا جماعة. السكند لايف فيور الافتراضي حاجة، واللي احنا موجودين فيه دلوقتي حاجة تانية خالص. اللي احنا موجودين فيه اسمه الفاير ستورم، الريليز بتاعته على 64 بت على نظام التشغيل، لكنه برنامج قوي جدا في التعامل مع الفيرتشوال وورلدز اللي زي سكند لايف وغيرها طبعا من العوالم الافتراضية، العوالم ال 3 دي الافتراضية ثلاثية الأبعاد. الفاير ستورم بصراحة يعني في نقط قوية جدا بتديله، مش عايزين نقول أفضلية عن السكند لايف بس لكل استخدامه، وإن كان سكند لايف مخصص الفيور بتاعه علشانه هو، لكن بتكون في ساعات باجز كده صغيره عند سيرفرات الصوت في سكند لايف وكده. علشان كده كان الكلام عن الفاير ستورم يا جماعه، يعني احنا فاتحين الفاير ستورم علشان ايه؟ داخلين بيه على اكونتنا على سكند لايف. طبعا مش هتفرق لان هم كلهم بيخدموا على بعض، كل السيمز ديت شغاله بشكل او باخر والامور عاديه جدا. يعني الشاهد اني بتكلم عن السبيكنج. السبيك بمنتهى البساطه كل انت محتاج انك بس تضغط على الوزر بتاع السبيك وتتكلم. هو يا جماعه بتلاقي ان ايه الشفايف فيه بتتحرك، وان طالما اللمبه اللي لونها اخضر دي اللمبه اللي فوق مني ولونها اخضر بتبتدي تتردد، ده معناه اني انا بتتكلم. ولما اعلي نبره الصوت بتلاقي ان اللون الاحمر بيبتدي يكون كده، يعني ده من الرينج بتاع الصوت يكون شغال. وطالما الكلام ده موجود بقينا الكلام بتاعي بيكون في النير وايت شات، يعني ايه؟ يعني الناس اللي حوالين مني في المحيط ده تبتدي تسمع الكلام ده لو هم طبعا كانوا مركبين الهاند فري هاب تبعهم وعايزين يتكلموا. ده طبعا جزء من ضمن الصلاحيات اللي موجوده فين في اللاند دي، لانها بتدي الابيليتيز للناس انها تعمل ايه، انها تتكلم وتتشات والقصه دي. نفس السيناريو بالظبط بيكون موجود عند السكند لايف فيور. بس سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.